من هم المحارم على التأبيد، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، إلى أن قال تعالى وقبلها قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم إن النبي قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب،